نحن بحاجة ماسة حقيقية لرفع نسبة الراغبين بالالتحاق في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني والصناعي، وعلينا أن نراكم المعرفة والخبرات ونكثف الجهود لتحقيق هذه الغاية من خلال الحملات الإعلامية، وهو ما تسعى هذه الاحتفالية المهيبة إلى تحقيقه. غزة وفلسطين تستحق منا الجهد والعناية الكبيرة. أبنائنا، بناتنا، الشباب الواعد يجب أن يكون الشغل الشاغل لنا دائما هو مصالحهم، مستقبلهم، حتى يعيشوا كرام أعزاء في وطنهم. The Ministry of Education and partner organization. I would like to thank in particular Germany and Belgium for their cooperation with us for the success of this program. I'm especially glad to see so many young faces here today who are obviously interested in TVET, because this week is yours and can help you shaping your future. And we are very happy because recently BTC has opened an office and we will really increase our work in the Gaza Strip. Having an office that we share with GIZ will really help us to increase our work, to increase our networking. أسبوع التعليم والتدريب المهني والتقني مجموعة من الفعاليات المختلفة، كان واحد منها وأهمها هو معرض. هذا المعرض كان معرض تفاعلي إنتاجي، أعطى الفرصة للطلاب المدارس ومراكز المهنية والتقنية بإنتاج مجموعة من المنتجات المختلفة حسب تخصصاتهم. كان هنالك تخصصات بتتعلق بالنحت على الخشب والنحت على الزجاج، ايضا كان هنالك بعض التخصصات الخاصه بالمالتي ميديا وتطبيقات المحمول، ايضا كان هنالك تخصصات متعلقه في البنات او السيدات الخاصه بتصميم الازياء وايضا التجميل. التركيز فيها على قصص نجاح كبيرة ومهمة لنحاول نبرزها قدام الطلاب المدارس الإعدادية والثانوية وتوجيه أنظارهم نحو هذا القطاع الهام. قصص النجاح هذه استعرضت مجموعة من الشباب، فتيات وفتيان كانت لهم تجارب أليمة في التعليم العام والتحقوا بالتدريب المهني وحققوا نجاحات ملموسة. Here in Palestine this means that we will try to improve skills development in Gaza and in the West Bank, because we realize that although unemployment is very high, a lot of companies are not able to find people with the right skills. This paradox we try to solve with our BTC TVET program. How we do that? We bring the TVET institutions and their training better into contact with the private sector, because the private sector knows best
what are the skills they need. So instead of having the training aside from what happens in the private companies, we bring them together. أضافت إلي الكثير من المعلومات اللي كنت أنا بجهلها كوني شخص متقدم لمقابلة، وإن شاء الله يا رب اليوم استفدت منه أقدمه يوم المقابلة، وإن شاء الله يا رب تكون الوظيفة من نصيبي. الوكالة البلجيكية للتنمية وبالشراكة مع مؤسسة التعاون الألماني جي آي زد كان إلها مساهمة في إنجاح كافة فعاليات أسبوع التعليم والتدريب المهني والتقني اللي كان أهمها المعرض التفاعلي، أيضاً مجموعة من ورش العمل التوعوية اللي استهدفت خريجي مؤسسات ومراكز التعليم التدريب المهني والتقني من خلال إكسابهم بمهارات المطلوبة للالتحاق والمشاركة في يوم التوظيف، حيث تم تدريبهم على كيفية وآليات إعداد السيرة الذاتية، كيف يتم التجهيز للمقابلة الوظيفية، وأيضاً مهارات الاتصال والتواصل. كان يوم رائع، نشكر كل من قدم وساهم من أجل المصلحة أو مصلحة الشباب الفلسطيني والرقي فيهم. استفدت في اللقاء اللي كان قبل قليل اللي هو في السيرة الذاتية، أهل إنه كيف أدخل على السيرة، كيف أدخل في المقابلة الشخصية، كيف أعد السيرة الذاتية، أهلني إنه وأضاف إلي أشياء جديدة يعني. يركز هذا المشروع على محاور عدة أهمها تطبيق التعليم المزدوج، التعليم من خلال العمل، بحيث يتوجه الطالب إلى مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني لتلقي المعارف النظرية والمهارات الأساسية، ومن بعدها ينتقل لتلقي المهارات العملية في مؤسسات القطاع الخاص وسوق العمل. وبتطبيق هذا النموذج من التعليم نعزز الشراكة الحقيقية بين مؤسسات العرض وبين مؤسسات الطلب. So we also try to bring all the parties as much as possible together to define what are the vocations that are needed in Palestine, in the West Bank and in Gaza. هذا هو كان يوم توظيف حقيقي، حيث الفرص التي تم منحها للخريجين هي فرص توظيف حقيقية، حيث استطعنا حتى هذه اللحظة من توظيف ما يقارب 40 خريج وخريجة في تخصصات مختلفة، حيث خضعوا للمقابلات في خلال يوم التوظيف. الموظفين والمشغلين أبدوا سعادتهم الجمة والبالغة في هذا اليوم، لأنه كان بالنسبة لهم فرصة حقيقية للاتصال بشكل مباشر مع الخريجين وأيضاً مع مراكز ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. الفائدة عمت على الجميع، وأنا بالنسبة إلي يعني كان الأمر كتير رائع، لأنه أخذنا كيفية الدخول على المقابلة، إيش آلية الترحيب، الابتسامة إلى ما شابه ذلك،
الجلوس، طريقة الحديث مع الشخصية أو الشخصية اللي أنا بدي أقابلها، كانت يعني شيء رائع جدا. احنا من الشركات المشغلة في مجال اللي هي المشغولات اليدوية. طبعا احنا اليوم استقبلنا اكثر من 23 خريج او خريجة من التخصصات مختلفة، عندهم مهارات عالية في القدرة على الاقناع، في موضوع اللي هي العمل تحت الضغط، يعني عندهم الخبرة الفنية بشكل بصراحة كثير منيح.